بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد نرحب بإخوتنا الأكارم الذين حظينا بحضورهم في هذه الليلة المباركة، ونقول تقبل الله عمرتكم وضاعف لكم الأجر والمثوبة وأجزل لكم العطايا وأعادكم سالمين غانمين إلى بلادكم وأنتم بصحة وعافية وأمن واطمئنان. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. ونقول الصحيح لنستبعد نكاحا باطلا، ولنستبعد نكاحا فاسدا، والباطل ما اختل ركنه والفاسد ما اختل شرطه. وأركان النكاح قلنا ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب من الولي، والقبول من الزوج. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين، ابنتي ليلى، ابنتي رقية، والرضا حيث لا يكون الإنسان مكرها عليه، والولي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، والشهادة لأجل أن يفرق بينه وبين السفاح، يكون الناس على خبر وعلى علم وعلى دراية، وليعرفوا الشروط إذا كان هناك شروط. وقلنا في الشروط التي تتبع النكاح منها شرط باطل، ونكاح كذلك إذا شرط أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، فهذا شغار. ونكاح صحيح وشرط صحيح إذا اشترطت ألا تغادر مكة، إذا اشترطت أن تستمر في دراستها، إذا اشترطت أن تنتظم في عملها، وغير ذلك من الشروط المعروفة لدى الجميع. وقلنا أيضا إذا وجدت المرأة عيبا فمن حقها أن تطلب الفسخ، فهناك عيوب في الرجال وهي أن يكون الإنسان مجبوبا، يعني مقطوع الذكر، أو عنينا، الذكر موجود ولكن لا يعمل. وهناك عيوب في النساء تحت الثياب: الرتق والقران والعفال، فإن هذه لا تمكن الزوجة من الاستمتاع والزواج. وقلنا أيها الأحباب، يحق للإنسان الحر أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاث وأربع، ويحق للرقيق لو كان هناك رقة أن يتزوج اثنتين. وإذا أسلم الإنسان وعنده أكثر من أربع كما حصل في عهد النبوة أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما أسلم رجل وعنده عشر قال: أمسك أربعا وخلي الباقي، فتركهن، وبذلك يكون النكاح صحيحا. لا بد أيها الأحباب أن نعرف أهمية النكاح، وإنه أفضل بكثير من النوافل، أو من كثير من النوافل. وقد حض عليه الصلاة والسلام
وقيل تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، ورغب في نكاح البكر. فأنا أسأل الآن الشيخ تركي، كيف نعرف أنها ولود وهي بكر لم تتزوج؟ من نسائها، من أمها، من خالاتها، من عماتها، من قريباتها ينجبن، وبعض النساء تجدهن لا ينجبن. فتزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحض عليه الصلاة والسلام الشباب على المبادرة إلى الزواج، وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني المقدرة بأنواعها، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، يعطي الإنسان العفاف، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع الباءة فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فينبغي لنا أيها الأحباب أن نسهل أمام أبنائنا وأمام بناتنا إذا جاء الكفء أن يتزوجوا، ولا يبقين رهينات البيوت، ولا يبقين عوانس، ولا يبقى الشباب عزابا لا نساء لهم، بل نساعد على ذلك وندعو إليه. وبقي علينا كلمات قليلة في هذا الباب، ثم ننتقل بعده إلى الصداق، إلى الصداق وما يتعلق به، وهو ما يدفعه الرجل لامرأته صداق النكاح، ومنه ما يكون مقدما، ومنه ما يكون مؤخرا، ومنه ما يكون البعض مقدم والبعض مؤخر. يأتون إلينا مثلا في المحكمة، نقول: كم المهر؟ يقول: 10,000. طيب مدفوعة؟ قال: لا، أدفع 1,000 الآن والباقي بعد رمضان، أدفع 2,008 بعد رمضان. هذا بعض مقدم وبعض مؤخر. وأحيانا يقول: نعم، كله مقدم وقد استلمه والدها. وأحيانا يقول: كله مؤخر، أعطيته 1,000 أو أعطيته 100 أو أعطيته 10 والباقي فيما بعد. فكل ذلك جائز، إما كله مقدم أو كله مؤخر أو بعضه مقدم والبعض مؤخر. وحظ النبي عليه الصلاة والسلام على تسهيله وعدم المبالغة فيه، بل قال: أكثر النساء بركة، أقلهن مؤونة. أما اللي مثلا تكون مثلا صداقها كثير ويعجز الزوج ويأتي ويأخذ قرضا ويبدأ في التسديد ويمضي على ذلك سنوات، فهذا يقلق باله ويعكر صفوه ويجلب له التعاسة والضرر. وأما إذا كانت يعني فيها بساطة وفيها تعاون وفيها تعاضد، فأكثر النساء بركة، أقلهن مؤونة. وهذا هو درسنا فيما بعد. أما الآن نقرأ ما بقي لنا من أسباب. نقول: أيها الأحباب، إذا أسلم الرجل ومعه زوجة فلا يخلو الأمر، إذا أسلم وهي كتابية فيمكن أن يبقى معها متى ما أسلمت، وإذا أسلم ومعه بوذية أو مجوس أو كذا فلا بد أن تسلم، وإذا انتهت العدة ولم تسلم نفرق بينهما. كذلك إذا أسلمت المرأة ودخلت في دين الإسلام وعندها زوج، فإن أسلم معها استمروا على ما هم عليه ولا نسأل كيف تم النكاح، وإن يعني مثلا تأخر عنها فإن أسلم وهي في عدتها يبقون على نكاحهم. وإذا جاءوا إلينا من يعني مكة، الحمد لله ما فيها إلا مسلمين ولا نعقد إلا لمسلمين، لكن البلاد الأخرى قد يكون مسلم غير مسلمة، وهي أو هي مسلمة وهو غير مسلم، فلا بد أن نبحث هذه الأمور. وإذا جاءوا وقد تزوجوا في بلادهم فلا نسأل عن ذلك ولا نعكر الصفو، إلا إذا كان معه ممن لا تحل له. إذا كانت معه بنته كالمجوس مثلا، وإذا كانت معه أخته من الرضاع،
وإذا كان معه أخت زوجته أو ابنة زوجته أو أم زوجته كل هذا لا يقرون عليه، فما كان لا يقر أعدنا النظر فيه، وما كان سليما أبقيناه ولا نسأل عنه. ونقرأ الآن ما بقي علينا في هذا الباب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصداق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الأمين. فصل. ولو أسلم حر وتحته إماء، أسلم حر، هو حر غير مسلم، نعم، وأدخل في دين الإسلام وعنده زوجات إماء، يعني رقيقات، والرق الآن ما عندنا رق، ولكن يعني الكتاب هذا ألفه رحمه الله قبل 800 سنة وهناك أرقة. وقلنا تعريف الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فهو كان غير مسلم لكنه حر وأسلم وتحته إماء. فننظر إذا كان ممن يحق له تزوج الإماء أقررناه على ذلك، وإن كان ممن لا يحق له تزوج الإماء بحثنا الأمر وصححنا الوضع. من هو الذي، شيخ عبد الله، شيخ عبد الله، من هو الذي يحق له تزوج الإماء لو وجدنا؟ اسمع يا شيخ عبد الله، هو شيخ علي، هو صحيح ولا غلط؟ شوف، من هو الذي يحق له؟ الحر، الحر يحق له تزوج الإماء. ما عنده مهر، وإن كان عنده مهر، عنده البنك فيه فلوس كثير عنده. من هو يا شيخ عبد الله؟ وثانيا أكمل يا بني، ما معنى هذا شيخ تركي؟ وش معنى كذا؟ يعني يعد فلوس؟ يعدن ولا ما عنده؟ فلوس عند الناس. شيخ عبد الله، الذي يحق له تزوج الإماء هو من لا يجد مهر حرة ولا يستطيع ثمن أمة، لأن الأمة يشتريها. الأمة رقيقة وقت ما كان الرق موجود، وقلنا الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فقال أنا والله ما عندي ثمن أمة كام؟ قالوا ثمن الأمة لو كانت موجودة، الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة لحوا عليه، قالوا بنجيب لك أمة نشتريها، قال لا ما أريد. المهم لزموا عليه وقالوا، فماذا قال رحمه الله؟ قال التمسوها ذات لحم. يقول الإمام أحمد التمسوها ذات لحم، يعني مواصفات عطاهم. فالإنسان إذا أراد لا يحق له أن يتزوج حرة، أن يتزوج عمى، إلا إذا لم يستطع مهر حرة، لأن الحرة بنت الناس تبي مهر كذا، ولا ثمن أمة. فإذا جلس بدون زوجة ربما ينحرف، ربما يرجع عن الجادة ويحيد عن الطريق السوي. فإذا جاءنا سؤال شيخ عثمان، متى يحق للإنسان أن يتزوج زواج، أن يتزوج أمة؟ نقول بشرطين: ألا يجد مهر حرة، لأن الحر ما نقول ثمن حرة، لا، مهر حرة ولا ثمن أمة. فبدل أن يجلس لأنه إذا تزوج أمة عليه ضرر. طيب نستمر معك يا شيخ عبد الله، وش الضرر اللي عليه يا بني إذا تزوج أمة؟ معي؟ شقول يا شيخ علي؟ شيخ علي أحسن، لأن الأولاد يتبعون، فمعناه إذا تزوج أمة، إذا تزوجها فهو في هذه الحالة الأولاد يتبعون أمهم حرية ورقة، حرية ورقة. فبدلا أن يتزوج الإنسان وهو حر وأولاده هذا لسيدهم أو لسيدها
هذا يبيعونه على فلان وهذا، لو كان الرق موجود. لكن الآن الحمد لله أقول الدولة وفقها الله، أعتقت جميع الأرقة، قالوا من يدعي شخصا يثبت ذلك ويأخذ ثمنه والناس جميعا أحرار. نعم. ولو أسلم حر وتحته إماء فأسلمنا معه، وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء، لأن بعض الناس ما يحل له. إينام. من هو الذي يحل له نكاح الإماء؟ من يجد مهر حرة، ومن يجد ثمن أمة، هذا لا يحل له. قال أنا بتزوج أمة فلان، نقول لا يا أخي اشتر إذا كانت الإماء يباع، أو تزوج بنت الناس وأعطهم المهر الشرعي. إن فسخ نكاح الإماء وإن كان ممن يحل له نكاح الإماء أختار منهن واحدة، لأنه يملك ابتداء نكاحها فملك اختيارها كالحرة. ولو أسلم وهو موسر فلم يسلمنا حتى أعسر. أيوة حتى أعسر، يعني من أول عنده إمكانيات موسر أعسر، لكن دخل في صفقة خسر فيها. من أول عنده مثلا مبالغ كبيرة، دخل في صفقة ولا في أسهم ولا في كذا هبطت، أصبح معسرا من أول قبل موسر لا يحق له، والآن معسر أصبح يمكن أن يتزوج عمه، ويمكن لأنه لا يجد مهر حرة ولا يجد يعني ثمن أمه. نعم. فله الاختيار منهن، لأن وقت الاختيار حين اجتماعهن يختار واحدة اثنتين. نعم. لأن وقت الاختيار حين اجتماعهن على الإسلام أسلمنا. نعم. إيه. فاعتبر حاله حينئذ، وإن أسلم وهو معسر فلم يسلمنا حتى أيسر. نعم. لم يكن له الاختيار منهن كذلك، لأنه أصبح موسرا. إيه. نعم. فإن أسلمت معه واحدة فله اختيارها، وله انتظار الباقيات لأن له غرضا صحيحا فيه، فإن اختار الأولى. وهذه المسائل كتبها رحمه الله ليكون طالب العلم على دراية وعلى معرفة وعلى إدراك، والله ما هي موجودة في الواقع ولا في أي بلد، ليست موجودة، وإنما قبل 800 سنة، لأنه رحمه الله اللي هو ابن قدامة ألف 4 كتب. قلنا ألف أولا كتاب العمدة يا شيخ تركي لطلبة العلم المبتدعين، ثم ألف كتاب المقنع لمن قطعوا شوطا في طلب العلم وفهموا كثيرا من المسائل، ثم ألف كتاب الكافي وهو هذا، ويعتبر من الكتب التي لطلبة العلم الذين قطعوا مراحل وصار لهم سبق في الدراسة والاستذكار، ثم ألف في الرابع المغني وهو من أوسع الكتب في الفقه الحنبلي. نعم. فإن أسلمت معه واحدة فله اختيارها، وله انتظار الباقيات لأن له غرضا صحيحا فيه، فإن اختار الأولى ثبت نكاحها وانقطعت عصمة البواقي عند اختلاف دينهن، وإن اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له ذلك، لأن الفسخ إنما يكون في الفضل عمن يثبت نكاحها ولا فضل. فإن فسخ ولم تسلم البواقي ولم تسلم البواقي لزمه نكاحها وبطل الفسخ. وإن أسلمنا فله اختيار واحدة، فإن اختار التي فسخ نكاحها ففيه وجهان. أعيد الكلام. فإن اختار التي فسخ نكاحها ففيه وجهان. وإن اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له ذلك، لأن الفسخ إنما يكون في الفضل عمن يثبت نكاحها ولا فضل. وإن اختار فسخ نكاح المسلمة قبل سطر وإن اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له ذلك، لأن الفسخ إنما يكون في الفضل عمن يثبت نكاحها ولا فضل. فإن فسخ ولم تسلم البواقي لزمه نكاحها
وبطل الفسخ. نعم. وإن أسلمنا فله اختيار واحدة، فإن اختار التي فسخ نكاحها فإن اختار التي فسخ نكاحها. أعد يا بني فإن اختار التي فسخ نكاحها. أحسن. مفعول به. أي لأنه مفعول. أي مفعول به. طيب لأنك إذا قلت انفسخ نكاحها الفاعل. فاعل. طيب الألفية مغيرة يا شيخ. الفاعل الذي كمرفوعي أتى. زيد منير. كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. أحسن. وهل الفتى فيكم؟ لا. قبلها. ورجل من الكرام. المبتدا والخبر. الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل ظهر فهو وإلا فضمير استتر وقد يقال سعيدة وسعيد. وش هذه تشير إلى شيء؟ هذه ماذا تشير إليه؟ هذه أكلون البراغيث. أحسن. تشير إلى لغة أكلون البراغيث وهي لغة شاذة. ويقول فيها ابن مالك رحمه الله وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند. أما إذا قلنا حرف علامة التثنية والواو حرف علامة الجمع فيكون هو الفاعل. نعم. فإن اختار التي فسخ نكاحها ففيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن الفسخ كان قبل وقته فوجوده كعدمه، والثاني ليس له ذلك لأن إنما منعنا الفسخ فيها لكونها غير فاضلة، وبالإسلام غيرها صارت فاضلة فصح نكاحها. فصل. صح فسخ نكاحي. فصح. فصل. وإن أسلم وتحته حرة وأمة. وهذا غير وارد أيضا، لكن على أساس يكون طالب العلم على معرفة ودراية. نعم. وإن أسلم وتحته حرة وأمة فأسلمتا في عدتهما ثبت نكاح الحرة. إذا أسلمت الكافرة في العدة فهو يرجع إليها، وإذا أسلم الرجل وهي مثلا باقية في عدتها فهو باق على نكاحه. نعم. ثبت نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة، ولأنه لا يجوز له ابتداء نكاح الأمة وتحته حرة، وإن لم تسلم الحرة في عدتها ثبت له نكاح الأمة إن كان من له نكاح الإمام، وإن أسلمتا في العدة ثم ماتت الحرة أو تعتقت الأمة لم يكن له إمساك الأمة لأن نكاحها أنفسخ وإسلام الحرة، وإن عتقت الأمة قبل إسلامها فله إمساكها لأن الاعتبار بحالة اجتماعهم على الإسلام وهي حرة حينئذ، وإن أسلمت قبله وعتقت ثم أسلم الزوج فله إمساكها كذلك، ولو أسلم وتحته إماء فعتقت إحداهن ثم أسلمن كلهن لزم نكاح الحرة وانفسخ نكاح الإمام، وإن أسلمت إحداهن ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن لأن الاعتبار بحالة الاختيار، وحالة الاختيار حالة اجتماعهما على الإسلام وهي أمة حينئذ. فصل. نسأل الله السلامة. زوج وزوجته مسافرين برا، بعدين ارتد الزوج، ترك الدين الإسلام، ارتدت الزوجة، هل يبقون على ما هم عليه أو يوقفون عند حدهم؟ ما هو الحكم الشرعي؟ وهذا قد يحصل الآن، يكونوا مسافرين وعاشوا في بلاد غربة وأغواهم الشيطان، فقد تكون الزوجة تركت تعاليم الإسلام وقد يكون الزوج تركها، فما هو الحكم؟ فهذا يعتبر من الأهمية بمكان. نعم. وإذا ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح لاختلاف دينهما. انفسخ لأنه أصبحت هي غير مسلمة أو هو غير مسلم، ومن شرط أركان النكاح
الزوجان الخاليان من الموانع الإيجاب والقبول، وهذا فيه مانع أو فيها مانع فينفسخ النكاح، لكن إذا كان بعد الدخول نعم. لاختلاف دينهما أو كون المرأة لاختلاف الدين إيه نعم. كما أن هذا أيضا يعتبر مانعا من موانع الإرث. إرث. إذا كان هو مسلم وهي غير مسلمة أو هي غير مسلمة ولو كانت كتابية يصح له أن يتزوجها، لكن لا ترثه ولا يرثها، لأن اتفاق الدين يعتبر يعني شرط من شروط الإرث، واختلاف الدين يعتبر مانعا، ويقول فيها الناظم ويمنع الشخص من الميراث، من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. أحسنت شيخ تركي نعم. لاختلاف دينهما أو كون المرأة بحال لا يحل نكاحها، وإن كان بعدة ففيه روايتان إحداهما في روايتان نعم. وهذا الكتاب قلنا لطلبة العلم الذين قطعوا مرحلة فيجتهد فيها القاضي، وحكم القاضي قلنا يا شيخ بكاي يرفع الخلاف، إذا حكم القاضي يرفع الخلاف وننفذ حكمه، ولا نلغي حكم القاضي إلا إذا خالف نصا من كتاب يا شيخ أحمد أو سنة أو إجماع، أو إجماع. نعم. نعم. وإن كان بعدة ففيه روايتان إحداهما تتعجل الفرقة، ها؟ إيه بعدة وبعده، والثانية نقف على انقضاء العدة، فإن اجتمع على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح على ما كانوا عليه، هي زوجته وهو زوجها نعم. وإن لم يجتمع يعني هي استمرت وهو لم استمر، أو واحدهما استمر والثاني لم يستمر، معناه أنهم كل واحد صار له دين مستقل نعم. وقعت الفرقة من حين الردة، لأن انتقال عن دين يمنع النكاح، فكان حكمه ما ذكرنا كإسلام أحد الزوجين. فصل. وإن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب، يعني ما جاء للإسلام ولا دخل في دين أهل الكتاب، انتقل الكتابي إلى المجوس مثلا أو وثني نعم. وإن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب كالمجوسية وغيرها ففيه ثلاث روايات، إحداهن يجبر على الإسلام، يجبر ولا يقبل منه نعم. أي ولا يقبل منه غيره، لأن ما سواه باطل اعترف ببطلانه نعم. لأن دينه اعترف ببطلانه بالانتقال منه، فلا بد أن يدخل الإسلام نعم. لأنه لما كان على دينه اعترف ببطلان ما سواه، ثم اعترف ببطلان عينه حين انتقل عنه، فلم يبق إلا الإسلام. والثانية لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه، لأننا أقررناه عليه أولا فنقره عليه ثانيا. والثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو عين أهل الكتاب أو دين أهل الكتاب، لأنه دين أهل الكتاب فيقر عليك غيره من أهل ذلك الدين. وإن انتقل المجوسي إلى دين أهل الكتاب أو انتقل كتابي إلى دين آخر من دين أهل الكتاب ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا يقبل منه إلا الإسلام لما ذكرنا، والثانية يقر على من انتقل إليه، والثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الذي كان عليه لما تقدم. وإذا قلنا لا يقبل منه إلا الإسلام ففيه روايتان، إحداهما أن يجبر عليه بالقتل كالمرتد، والثانية أنه إن انتقل إلى المجوسية أجبر بالقتل، وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب لم يجبر بالقتل لكن يجبر بالضرب والحبس، وغير ذلك من وسائل التعزير، لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب فلم يقبل كالباقي على دينه. وكل موضع قلنا لا يقر، فإذا انتقلت الكتابية المتزوجة للمسلم
فحكمها حكم المرتدة على ما يبين في موضعه. فصل: إذا أسلم الزوجان قبل الدخول، قبل الدخول بينهما، نعم، فقالت المرأة أسلم أسلم أحدنا أسلم أحدنا بالفسخ النكاح بنفسخ النكاح، وقال بل أسلمنا معا، ففيه وجهان: أحدهما القول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح، والثاني القول قولها لأن الظاهر معها. فإن اجتماع إسلامهما حتى لا يسبق أحدهما الآخر بعيد، وإن اتفق على سبق أحدهما. وقالت المرأة أنت السابق فعليك، قالت المرأة أنت السابق، أنت السابق تقول لزوجها فعليك نصف المهر، فعليك نصف المهر. وقال الزوج بل أنت سبقتي فلا مهر لك، فلا مهر لك، نعم. فالقول قول المرأة لأن الأصل بقاء المهر وعدم سقوطه. وإن أسلم بعد الدخول فقال الزوج أسلمت في عدتك، أسلمت في عدتك، فالنكاح باق. وقالت بل انقضت عدتي قبل إسلامك، انقضت العدة قبل إسلامك، فنحن لا علاقة لنا بالآخر. فالقول قول الزوج لأن الأصل إبقاء النكاح. وفيه وجه آخر: أن القول قول المرأة لأن الأصل عدم إسلام الثاني. وإن قال أحدهما القول قولها لأن الأصل وجوب النفقة، والثاني القول قوله لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع، والأصل عدم وجوبه. إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين ثم ارتد ولم يسلم الآخر في العدة فعدتها من حين أسلم الأول، وإن أسلم الثاني في العدة فابتداء العدة من حين ارتد، لأن حكم اختلاف الدين بإسلام الأول زال بإسلام الثاني منهما. ولو أسلم رجل وتحته عشر فأسلمنا ثم ارتدنا أو ارتدوهن لم يكن له أن يختار منهن، لأنه لا يملك العقد عليهن في الحال. فصل: ولو أسلم عبد وتحته أمة كالحرة كافرة فاعتقت فأعتقت أو أسلمت قبله ثم اعتقت فلها فسخ النكاح، لأنها عتقت تحت عبد، فإذا فسخت ثم أسلم الثاني في العدة بانت بفسخ النكاح. وإن لم يسلم الثاني تبينا أنها بانت باختلاف الدين، وعليها عدة حرة في الموضعين لأنها وجبت وهي حرة أو عتقت في أثناء عدة يمكن الزوج الباقي تلافي نكاحها فيها، فأشبهت الرجعية. وإن اختارت الفسخ حتى أسلم الثاني منهما لم يسقط حقها، لأنها تركته اعتمادا على جريانها إلى البينونة، فأشبهت الرجعية. وإن قالت قد رضيت بالزوج فذكر القاضي أنه يسقط حقها لأنها رضيت في حال يمكن فسخه، فصح حالة كحالة اجتماعهما على الإسلام. وبقي علينا أيها الأحباب كتاب الصداق، وذلك في يوم الثلاثاء إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.